يقول يا مرحبا عدكم الوجهات تشعال وإعداد ما هل ما ها من مناشية حي الله اللي تعمل من منجالي يا أهل الوفا والمعزة والشهامية يا هاج سلا بدا واجبه بدال يملي ورا صور يملي ورا صور البيوت الحماسية يا من هجاها متهلي فوق لعيالي سيف صغير وتحزن لك الجمية يا مرحبا بالجميع الشيوخ وعيال يا مرحبا وارحبوا ترحيب تنحية على النقاب والوفا والدراب الاسلامي والعود الازرق تخالف في مماشية من بعدها فالكم حيل وبعدان قدر لكم والشحم من فوق صينية سلم لنا من اهل هدن الاحقاني عبدكم صبي نسات راده وماضية من بعدها فالكم حيل وبعدان قدر لكم والشحم من فوق صينية سلم لنا من اهل هدن الاحقاني عبدكم صبي نسات راده وماضية في حد الدنيا على الشدات كومان ما يفضل لا احمد ضله علي خالد حماه الودي من شر الازمان خالد حماه الودي من شر الازمان جعل الودي فدوده وفده مواطيه يا ابو مالك يا الشري يا طير حمار يا اللي حزن المندري زل الجناويه مطلب عين النهار هوش شجعاني اما شايب سر البراب وضويه شوط الهدوء وسدر مكحول الاعيان اللي اعتزت حي صدرها يا اسماعيليه يا من تعصر على زهور البهتان واللي نسى سيرته ما هي منسيه من لا يرى ما نظرنا فيه يا اخواني يكفي عسى الله يطلع من تواليه كل القبائل نعم من دون نقصان غرب وشرق وجنوب يا شماليه يا لي تمالها شبه بالاطار اللي يرحل وتلم ناس طبيعيه من شر تهيئ دوليا تحت من شعري ومن القهر ليجر من سرب مثلية الجار ما جاه لا مكسب حقران واللي وزمان خيب له مسا واللي وزمان خيب له مساعية يا عز كنت نعرف يكون ميداني واشوش في لاب تلو العز مسمية قلته وقولي على حق وهاني والشك زايد وعفي بالقامية وسلامتك.